السلام عليكم ورحمة الله. أنا في السوق ديال البرغوت. كما كتشوفوا شوف دوار البرغوت. شوفوا دوار البرغوت كي الجمعة فيك. هادشي دابا محدو كاين قارب بعدا. هذا هو السوق ديال البرغوت. هو راه مرون. الإنسان اللي ما عندوش الخاطر ما يدخلش في الطوموبيل ديالو ديال الأولاد. عرفت كما كتشوف دابا واحد الأخر قدام الله يخليك. هنا في الطريق اللي بودروم كاين صحاب 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 الحاجة الوحيدة اللي بقى هي بعض الحوايج القدام كان كيتمارسو واحد الوقت هما الأسواق الأسواق التقليدية وسوق البرغوت من أكبر الأسواق في المدينة في المغرب تقريبا هو ثالث أكبر سوق في المغرب وحيد الشريف عزيز موين جزيل بوشيلة لف الحديد سجوك عزيز ديما كتسمع التقاشيع والحلوف بعد بس باش يقول لك لا مشيت من السوق خاصك ضروري تجدد الوضوء ديالك عاد تشوف كتلقى كلشي مسموم فهمت كلشي معصب والبكا بلاد كيترزق وكيبكي بعد يا خويا الى الحاجه دابا حكبانو لي العيادات هنا كاين الزبي والتمر والتيمون ولا شي الحلا عزمان الله يحفظك وي 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 الله يحفظك شوية الله يحبك استغفر الله العظيم خاص يكون عندك الخاطر واحد القضية اليوم عندنا عبد الرحمن ضيف ضيف يا باش نقلب على شي بليس لا ما قاين الدحل خاصنا البكري مع خمسة الصباح المهم هنا الغرس هنا الطاكسيات هنا الروينة السوق داخل تروس المدينة شوية ديال الحيوانات أهو سيدي خلينا لكم الراحة نشكركم بزاف